حوالي 20% من النساء بيعانوا من بعض النزيف خلال الأسابيع الـ 12 الأولى من الحمل، ومش بالضرورة إن الأمر يعني بيحمل خطورة إلا في بعض الحالات، فخذي بالك إمتى يكون النزيف من علامات الخطر على الحامل. النزيف من الحاجات اللي هي الخطر، والنزيف ممكن يحصل في بعض السيدات الحوامل وممكن يحصل في بعض السيدات اللي هم غير حوامل. هنتكلم الأول عن النزيف أثناء الحمل. احنا بنقسم النزيف أثناء الحمل لنزيف ممكن يحصل في أول 3 شهور الحمل، ويبقى ده أسبابه ممكن يبقى إجهاض، أو ممكن يبقى حمل غزلاني أو حمل عنقودي، أو ممكن يبقى حمل خارج الرحم. النزيف ده ممكن يحصل في أثناء الآخر 3 شهور من الحمل، وده لأسباب معروفة إن هو ممكن تكون سببها مشيمة متقدمة، يعني المشيمة قبل العيل. ولما تبقى المشيمة قبل العيل بيحصل فيه انفصال بسيط في المشيمة، لأن الرحم ده عبارة عن أورجن أو عضو بيتمدد عشان العيل يكبر، لكن المشيمة من الأجزاء اللي لا تتمدد، فيحصل فيه انفصال من المشيمة. انفصال المشيمة ده يعمل نزيف متكرر، ده لو سببه إن المشيمة متقدمة، بنسميها المشيمة المتقدمة. أو ممكن يحصل انفصال في المشيمة والمشيمة في مكانها الطبيعي، ده ليه أسباب وده الأسباب. المشيمة لو التصقت في الجزء الأوطى من الرحم ده اسمها مشيمة متقدمة، وده بتعمل نزيف متكرر. وليه بعض الخصائص أو بعض المواصفات إن النزيف بيبقى بينلس، يعني بيسموه لا يصاحبه أي وجع إلا لو طبعا في وجع بسبب طلق أو غيره. النزيف ده ممكن يحصل بدون أي مقدمات، وممكن يبقى فيه نزيف بسيط يصحبه نزيف شديد، وده في منتهى الخطورة. فعشان كده بننصح أي واحدة ست بمجرد حدوث منها، وخصوصا أثناء الثلاث شهور الأخرانيين، لأن ممكن يحصل انفصال في المشيمة وممكن يأثر على الجنين. ففي الحاجات دي بنعمل بعض الإسعافات الأولية، اللي هو ان احنا بندي ممكن بعض المحاليل، وممكن نحتاج دم في حالات النزيف الشديد، وبيتم التعامل مع الحالة على حسب فترة الحمل وعلى حسب كمية النزيف وعلى حسب نضج الرئة بتاع العيل، هل يستدعي ان احنا نولده ولا نستدعي ان احنا ممكن نديه علاج ونظبط كمية الدم، ممكن تكمل الحمل حتى نضج الرئة ان شاء الله.